من مطبعة شبكة الإعلام العراقي في بغداد إلى المكاتب الانتخابية في المحافظات أجريت عملية نقل وتسليم سجلات الناخبين، عملية شملت سجلات 5 محافظات كمرحلة أولى لاقتراع العام والخاص والنازحين وتحت غطاء أمني لتأمينها. 5 محافظات اليوم كرخو وصافة وتيالة والأنبار وصلاح الدين، وبكرة إن شاء الله نبدأ بالعملية 5 محافظات أخرى بالتنسيق مع القوات الأمنية مشكورة بعملية نقلهم لوجستيا من شبكة العام العراقية إلى المحافظة المؤدية لها. سجلات الناخبين طبعت لأول مرة في العراق داخل مطبعة شبكة الإعلام العراقي، طباعة تمت تحت إشراف لجنة فنية من مفوضية الانتخابات، لجنة ستشرف على المرحلة الثانية من المطبوعات والخاصة بالملصقات والبوسترات التعريفية والإرشادية. كانت النماذج الأولية التي طبعت يعني تمت المصادقة عليها من قبل لجاننا في المفوضية المختصة في الأقسام المعنية، كانت الجودة عالية جدا ومضاهية إذا مو أفضل من المطبوعات في الخارج. خطوات تتابعية تخطوها المفوضية نحو الوصول لمحطة يوم الاقتراع، خطوات تسير بذات المسار المرسوم لها، وعملية نقل سجلات الناخبين إلى المكاتب الانتخابية إحدى تلك الخطوات. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.